الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاح بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاح الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين والغر الميامين وبعد فنحن الآن في تفسير سورة النمل سورة النمل مكية يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ونزلت بعد سورة الشعراء وفيها توضيح لبعض قصص الأنبياء كقصة داود وسليمان عليهما السلام وفيها زيادة تفصيل في قصة سيدنا موسى وسيدنا لوط اللذين ذكرا في سورة الشعراء كما أن فيها درس لسيدنا رسول الله في الصبر والصمود والثبات وتحمل الأذى والاضطهاد في بناء الإسلام وبناء الأمة العربية لتكون قائدة ورائدة الشعوب والعالم إلى وحدتها وإلى حضارتها وإلى إنسانيتها وتعاونها وتضامنها وسميت بسورة النمل وقد ذكر الله فيها حديث النملة إشارة لعناية الإنسان والمجتمع الإنساني بالحيوان ولو كان نملة إشارة من الله عز وجل إلى المجتمع الإسلامي لدراسة الحيوان لدراسة خصائصه الطيران تعلمه الإنسان من الحيوان ودفن الموتى تعلمه قابيل من الغراب لما دفن زميله الغراب فذكر الله لنا سورة وسماها سورة النمل وأخرى بسورة النحل وأخرى بسورة الفيل وأخرى بسورة البقرة وأخرى بسورة الأنعام عناوين سور معناها أدرس الحيوان طبائعه غرائزه خصائصه
فهذا الأمر الإلهي والهدف الرباني مع عميق الأسف أهمله المسلمون في عصرنا والعصور المتأخرة، ونفذ هذه الأوامر الأوروبيون، من الشرقيون منهم أو الغربيون. من 5 سنوات قرأت في مجلة بأن أعظم اكتشاف اكتشفه العالم في تلك السنة اكتشافهم لخصائص خنفسة. هذه الخنفسة مهمتها التهام واصطياد والتغذي ببعض الحشرات القاتلة والمبيدة للزروع. فقال اكتشاف خصائص هذه الخنفسة، أوروبا وأمريكا بتعد في هذا العام، هو الاكتشاف الأول الأعظم. فأخذتها أمريكا وعملت منها حقول للتكثير والتوالد والتناسل، وصارت تصدر منها إلى بلاد العالم ضد بعض الآفات والحشرات المهلكة للزروع. هذه تدخل تحت الحكمة التي أتى النبي ليعلمنا إياها عندما ذكرت الحكمة بمعرفة ارتباط الأسباب بالمسببات قدرا وخلقا، يعني سر القدر وسر الخلق. لماذا خلقت الخنفسة؟ وراء خلقها حكمة وهدف وغاية. فهل المسلمون عملا بالحكمة درسوا الكون، درسوا الحيوان، درسوا الحشرات؟ هل درسوا الفضاء؟ هل درسوا البحار؟ هل درسوا النجوم؟ والقرآن يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال هيا عم ننظر. هذا النظر الحمير، الحمير كمان بعيونها تنظر إلى الأرض وإلى السماء. المراد من انظروا النظر العقلي العلمي، يعني ادرسوا. فنحن المشايخ يا أبني مع الأسف تمينا الوضوء 15 قرن وإلى الآن عم نألف في الوضوء، عم نألف أبواب في الوضوء، إلى الآن عم نألف كتب في الصلاة، يعني لأنه كأننا إلى الآن ما كنا نفهم أعمال الصلاة وقيامها وركوعها وسجودها. إلى الآن منألف في الاستنجاء، كأننا إلى الآن ما كنا نفهم بهال15 قرن النبي كيف كان يعلم الإسلام، كان يبذل الجهد في هذه الأمور أو في بناء العقل وبناء الروح وبناء الأخلاق وأداء الواجبات، واجبات الأمة، رفع شأن الأمة، رفع شأن الإنسان، الإنسانية، إنقاذ العالم، تحرير الشعوب، تحرير المضطهدين، تحرير الناس من الفقر، من المرض، من الجهل، من التخلف. هذا إذا ما صار العالم الإسلامي يمشي على هذه السنة، على هذه الطريقة النبوية، يموت كما ولد، وولادته وموته تطلع غثاء ولغو، لا شيء منها، لا شيء منها. فالعالم الإسلامي اللي هو خليفة النبي ماذا عمل؟ بعيد، بعيد الأمور السطحية القشرية أو الخلافات المذهبية أو ما يثير الأحقاد والتفرقة بين الجماعات الإسلامية،
وبيعطي للموتور كل الطاقة الكهربائية والاحتراقية ويظن أنه يحسن صنعه. سورة النمل. النمل بده سورة. النمل له جمهورية وله نظام وله وحدة وله تنظيم العمل وله أمور الآن الأوروبيين كل درسوها وعلموها واستفادوا منها. ندخل في تفسير السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. بعض المفسرين يقول طاسين طهسين، إشارة إلى أنه جرى أمر كبير بين السين التي هي رمز إلى سليمان والطه التي هي إشارة إلى طائر الهدهد. طه وسين، الطه طائر الهدهد والسين إيش؟ سليمان. أنه أيها الملوك ما بدكم بس تعتنوا برعيتكم، بدكم تعتنوا بالرعية البشرية وبالرعية الحيوانية، وتعتنوا بطيوركم وتعتنوا بحشراتكم دراسة وعناية. الآن يا أبني في أوروبا إذا صار ثلج والوحوش في البراري منعت من أقواتها، الدولة تبعت أكل للوحوش. أنا رأيت في ألمانيا في الأسفار بين المدن في الشتاء اسطبلات بين الغابات لأجل الوعول والغزلان، إنه من كثرة الثلوج أكلها يغطى بالثلوج ما عاد بتصل إلى غذائها. فالدولة عملت اسطبلات وجعلت فيها كل العلف لتأوي إليها الغزلان من الحيوانات رحمة وشفقة وإحسانا، إن بيسموها حفظ البيئة. نحن يا ابني نحن فقهاءنا ما بعرف قصور أو كذا في زمن النبي، ألم يحرم النبي والشرع الإسلامي صيد الحيوانات أمثال الغزلان وأمثال الطيور في مكة وفي المدينة وفي وادي وجه الذي هو الطائف؟ ما حرموا. ليش حرموا؟ ما حفظا للبيئة، ما حفظا لجمال الطبيعة. ليش العلماء ما قاسوا لما توسعت دولة الإسلام من مكة ومدينة وصلت لسوريا؟ ليش القانون ما مشوا مع الحكم ومع الفتح؟ كمان حفظوا وحافظوا على البيئة بحسب المصلحة. فالشاهد طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، آيات الكتاب المبين لطريق السعادة، لطريق التقدم، للطريق العلمي، للطريق العقلي، لطريق الحياة السعيدة، لطريق وحدة العالم، لطريق التعاون على البر والتقوى، المبين لطريق كيف يبنى الإنسان الفاضل، المجتمع الفاضل، العالم الفاضل. قال هذا القرآن وآياته وكتابه مبين من جهة، ومن جهة أخرى هدى وبشرى للمؤمنين، يهديهم يعني يدلهم على الخير، يدلهم على السعادة، يدلهم على العز، يدلهم على ما فيه وحدتهم، على ما فيه كرامتهم. وإذا كانوا على هدى فيزيدهم هدى على هدى. وبشرى للمؤمنين، بشرى بإيش؟ بالنصر،
بالقوة بالعزة بالرفعة بكل الأمان الذي يتمناها الإنسان في حياته. العرب لما النبي دعاهم إلى آيات القرآن والكتاب المبين ويقول لهم جئتكم بعز الدنيا والآخرة، ما بعز الآخرة، بعز الدنيا والآخرة. أبو جهل فهم عن النبي؟ صدق؟ يا ترى إذا كذب وفجر وكفر يعني كان رابح ما كان خاسر؟ والذي آمن وصدق كان رابح وكان مفلح وكان سعيد؟ هدى وبشرى، بشرهم النبي، قال لهم ستفتح لكم القسطنطينية فتحت، ستفتح لكم الهند فتحت، ستفتح لكم الشام فتحت، ستفتح لكم مصر، واستوصوا بالأقباط خيرا، واستوصوا بالأقباط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. لأنه نحن من ذرية إبراهيم، إبراهيم تزوج واحدة قبطية اللي هي هاجر. لما المسلمين فتحوا مصر وحكوا لزعماء الأقباط هذا الحديث قالوا إنها صلة رحم بعيدة لا يصلها إلا الأنبياء. واحد أخوه عم يقاطعه، ابن عمه في قطيعة، النبي عم يقول بدنا نوصل ما بيننا وبين عصر سيدنا إبراهيم لأجل جاريته هاجر التي هي قبطية وهي من مصر. شلون النبي بيعمل الروابط الإنسانية بين الشعوب بين الأمم، عم يعمل الروابط الإحسانية، بشوف المسلمين مع بعضهم البعض عم يقطعوا الروابط، عم يقطعوا الأخوة والألفة بأمور مضت، أخطاء أو صواب من أناس صاروا عند الله وحسابهم إلى الله. فنحن ليش حتى نختلف وما نتحد إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله إلى القرآن. القرآن ما في حنفي ولا في شافعي ولا في سني ولا في شيعي، ما في إلا سماكم المسلمين من قبل، واللي بيجيب لي آية سماكم السنيين أو الشيعة أنا بعطيه ما يريد إذا بثبت لي مدعاه وليس بثابت هذا المدعى. هذا ابني تحصيل حاصل. المهم أن نعرف حقيقة الإسلام. أنا يا ابني الإرادة، هلأ نحن ما عندنا إرادة بالعمل بالإسلام لأنه ما عم نعرف حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام تعطينا فوق ما يتمناه الإنسان في الحياة. العرب كان يخطر ببالهم والنبي في مكة يدعوهم وهم يؤذونه بأن جيشهم سيكون في ضواحي باريس، بيخطر لبالهم بأن جيوشهم الفاتحة ستخرق السد وسور الصين العظيم وتدخل في الصين؟ بتدخل في العقل؟ فالإسلام يعطيه فوق ما تفكر وفوق ما تتمنى، بس انت درسه على معرفة ويقين. فإذا صار عندك يقين، إذا عرفت أن بالحوض تبعك في طميرة فيها 500 ليرة ذهب عثمانية، فمساء صار عندك هالعلم واليقين وكان لك ليلة ليلتين ما لك نايم ونعسان، بتنام هذيك الليلة؟ إذا صار عندك يقين بوجود طميرة على غمق نصف متر 50 سنتي طراب، بتنام شيخ عمر؟ وإذا كنت تعبان طول النهار واليوم اللي قبله ونعسان وراسك واجعك، بتنام شيخ بشير؟ ف
طيب إذا ما في عندك محفار، ما في عندك غير الشوكة تبع الأكل، وشوكات من فضة ومعالق من فضة، ما بتحفر بأصابعك بالشوكات؟ ليش؟ أنه صار عندك علم ويقين بالفائدة. فنحن يا ابني إذا ما درسنا الإسلام دراسة غير الدراسة المدرسية تبع المشايخ، تبع المشايخ هي ما بتفجر لنا حقائق الإسلام. بدنا نعرف الإسلام من طريق القرآن ومن طريق حياة النبي وأعمال تلامذته. هذه رباهم، شو عملوا، شو أنتجوا، شو أثمروا، شو كيف عملوا وحدة بالمعاهدات بهالعشرين سنة. كم وحدة العرب عملوا بالمعاهدات وبالحبر وبالأوراق؟ أنو وحدة ثبتت؟ أنو وحدة ضاينت واستقامت؟ أنو وحدة تحققت؟ النبي من هون إلى الصين ومن هون إلى البحر الأطلسي، المسلمين عملوا معاهدات إلى أندونيسيا. إذا كشفت عن قلوب الشعوب، قلوب الشعوب كلها شعب واحد وكلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، بس ينقصنا تجديد الإيمان بالإسلام، بده تجديد العلم بالإسلام، أسلوب العلمي والتعليمي. نرجع للقرآن، إلى فقه حياة النبي، أعمال النبي، أعمال تلامذته اللي رباهن. فأي أستاذ بربي تلامذه أعظم من النبي؟ فإذا كان بعد رباهن كلهم كفروا فيه، بيكون هذا مربي؟ بيكون مربي حقيقي؟ أنا شيخنا أخوانه ما كفروا فيه بعد موته، كل واحد بعد موته عاش 40 و50 و60 سنة، وكل ما يمضي الزمان كل ما يزداد حب به وتعلق به وبكاء عند ذكره. فكيف كان حب الصحابة للنبي؟ فكل هذه الأمور لازم نطرحها وندرس الإسلام دراسة جوهرية ذاتية فيها الحب والعلم والعقل والحكمة. الآن نحن في معركة صليبية واجهتها إسرائيلية يهودية صهيونية، من وراءها أمريكا، السلاح بتقدمه أمريكا، والمال بتقدمه أمريكا، والمساعدات المادية والمعنوية والسياسية والعالمية بتقدمها أمريكا، والهجرة بتشجعها أمريكا، ومن وراء أمريكا الحلف الأطلسي. فصليبية أعظم من حروب الصليبية في زمن صلاح الدين، لكن كان في زمن صلاح الدين الإسلام مشتت، ف 190 سنة حتى تجمع، وتجمع نسبي، فحررت البلاد وتوحدت. فإذا الآن ما رجعنا لحقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام نرى نحن الأمة أمة واحدة، الشعب والدولة والجيش والكبير والصغير ورجل الدين ورجل الاقتصاد، كلنا جسد واحد، أعضاء يعملون لمصلحة هذا الجسم وهذا المجتمع الواحد، وبالدافع الإسلامي وبالفهم الإسلامي. فكما ورد لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. الصلاح بده مصلح يا ابني، هدى وبشرى للمؤمنين. قال إيه؟ كل الناس بيدعوا الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هيا دول المؤمنين. آيتان بقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كمان هذول المؤمنين؟ لا، الله قال وما هم بمؤمنين، هذول ما مؤمنين. وهم كمان قال هدى وبشرى للمؤمنين اللي بيحملوا الصفات الآتية، الذين يقيمون الصلاة، بيصلوا الصلاة المقومة، ما الصلاة العوجاء المعوجة، هلي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ما بيحول وجهة قلبه وعقله وفكره في الصلاة عن الله إلى غير الله،
استقبل قبلة القلوب جسده إلى الكعبة، أما قلبه وروحه وعقله وفكره إلى خالق الكعبة وخالق الكون. الذين يقيمون الصلاة، فالصلاة التي نصليها لتحقيق الهدف والغاية منها. الغاية من الصلاة أن يكون قلبك معمورا بذكر الله. أقم الصلاة لذكري، لأجل أن تذكرني، لأجل أن تذكرني. وإذا خلصت الصلاة، قال إذا خلصت الصلاة الذكر ما بينتهي، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيت الصلاة، صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وبعدين واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حي على الفلاح، الفلاح اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إيه بيجي الشيخ بيعلم الناس فروض الوضوء، ما في حدا ما بيعرف يتوضا، بيعلمه طهارة الأعضاء، كل الناس تعرف تطهر أجسامها، بيعرف يعلمه طهارة القلوب، بيعرف يعلمه طهارة العقول من الخرافات ومن الأمور الرجعية الخرافية اللي سببت تخلف وضعف وتمزق وتفسخ المسلمين. يا ابني ما في شيخ، الشيخ ما جبة ولفة ودقن، ما شهادة من الأزهر وكلية الشريعة، الشيخ الحقيقي من ثمارهم تعرفونهم، شجرة التين اللي بتعطيك التين، شجرة المشمش اللي بتعطيك مشمش. فإذا جبنا شجرة بلاستيك ورقها وسمرها وزهرة مثل المشمش، لكن الطعمة منسميها مشمش، أي ماذا؟ مشمش مزور، وإن كان الصورة مشابهة لكن الحقيقة مباينة. الذين يقيمون الصلاة، فالصلاة لجمع القلب على الله ولتهذيب النفس وتزكيتها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فصلاتك صار إلها ثمر نهي النفس عن الهوى وعن الفحشاء والمنكر. هيا أمني بدك تأخذ، الصحابة أخذوا الصلاة من النبي، معلم الصلاة كان النبي، كان يلازموه ليلا ونهارا وصباحا ومساء. كان في صفة مثل شدة في مسجد النبي، كان فيها دائما 400 صحابي ما لهم شغل إلا إذا أجى النبي يستمعون إليه تعاليمه وإرشاده وتربيته، وإذا صار جهاد ينفرون إلى الجهاد مع رسول الله. حتى بنى العرب قوة ودولة وعلما وروحانية وأخلاقا وقيادة عالمية وإنسانية كبيرة. هذا ابني العلم، وهذا هو العالم. قال وبشرى للمؤمنين، بإيش بشرى؟ بكل عز، بكل نصر، بكل تكرمة، بكل غنى، بكل ثروة، بكل تقدم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إيتاء الزكاة مكافحة الفقر. الإسلام أراد من الزكاة، والزكاة لها روافد ولها توابع. قائد الجيش هو بيقول والله القائد الفلاني انتصر على عدوه، يعني بشخصه لما بجيشه بأركان الحرب تبعه بالقوات اللي معه. كمان يؤتون الزكاة، الزكاة لها عدة روافد ولها عدة ملحقات، الوصايا وصدقات التطوع والأوقاف وصلة الأرحام وبر الوالدين وحقوق الجيران وحقوق الغرباء. وتوجه النبي بقوله
ما آمن بي ساعة من نهار، يعني ما ذاق الإسلام ولا ساعة واحدة في حياته، من أمسى شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. فإذا كان جاره، فإذا كان أخوه، إذا كان أبوه، إذا كانت أمه، إذا كان أرحامه، وين الإسلام يا ابني؟ مين اللي بده يصنع الإسلام؟ فمكتبة شهادة برواز هذا ما إسلام. إسلام أرجينا الإنتاج يا ابني، معمل السجاد يعني بيعطي بينتج سجاد، معمل السيارات يعني بيطالع سيارات. أنت مصنع الإسلام، شو عم تعمل إسلام في النفوس، في القلوب، في العقول، في المجتمع، في العالم؟ وين آثارك يا ابني؟ إن آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأنصار سيدنا محمد وآلهم وصحبهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.